شفت انه نقدر نسوي الفاونديشن احنا بنفسنا، ما قدرت على روحي وجبت هم الاثنين، واحد ماتيفاينج وواحد طبيعي. اليوم حابة اجرب الناتشرال فينيش. اول شيء عندنا هاي اللينس، تحطوها على الكاميرا، اخذوا صورة لركبتكم، بعدين حطوها على الويب سايت مالتهم وراح تعرفون بالضبط درجة بشرتكم شنو. بعدين عندنا هذول الالوان كلهم، وعندنا هاي السرنجة وراح نحطها احنا الفاونديشن مالتنا هنا. طلعوا لي الريسيبي مالتي، فخليني اراويكم الصورة هنا. ما اعرف ليش كلش متحمسة، فراح نحتاج 2 ملي من رقم 1، راح نحتاج 0.7 من رقم 2، راح نحتاج 0.1 من رقم 4. حاسة روحي بمختبر، كلش حابة الفكرة. و0.2 من رقم 5. وجدت هاي حتى نخلط بيها الخليط. بعد ما خلطنا طلع هذا اللون. هسه رح نجربه، خذ نتفة بس تنجربه على بشرتنا. جد صدق حلو، يعني شايفين الماتش؟ هاني ما مصدقة، ولا كأنه حاطة شي. ترى أنا قليل ما أنبهر بأشياء، بس هاي صدق صدق تحفة. اللون بالضبط، انتو شايفين؟ شوفوا الجمال، أنصح بيه وبشدة.